كابتن هيثم، تحياتي لحضرتك ولضيوفك الكبار الكابتن احمد زكريا والكابتن ممدوح اسماعيل ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. بالفعل يمكن في صاله الامير عبد الله الفيصل، وقبل لقاء مهم جدا في الجوله التاسعه طبعا دوري رجال لكره الطائره، فريق النادي الاهلي مع فريق طلائع الجيش. يمكن الصاله بتستعد الان لاستقبال هذه المباراه، يمكن منذ حوالي 10 دقائق كان في تمرين الهاند بول الفريق الاول ولسه منتهي منه طبعا الفريق، والان بيتم تجهيز الصاله لهذا اللقاء. طبعا الاهلي لعب 7 مباريات، فاز في 6 وهزم في مباراه واحده، وعنده من النقاط 19 نقطه. يمكن طلائع الجيش لعب ايضا 7 مباريات، فاز في 6 وهزم في مباراه وعنده 18 نقطه. يمكن لو اتكلمنا عن الاجواء العامه في النادي الاهلي من اول مدخل النادي الاهلي في مقر طبعا الجزيره، الكمامه والاجراءات الاحترازيه حرصا على سلامه كل المتواجدين في النادي الاهلي من وباء كورونا. يا رب يسلم كل اعضاء النادي الاهلي والشعب المصري اجمعين باذن الله، وباذن الله النهارده يكون يوم موفق للنادي الاهلي ونفوز على فريق كبير هو فريق طلائع الجيش. يمكن فريق طلائع الجيش منذ قليل دخل صاله الامير عبد الله فيصل وكان بيشوف ارضيه الملعب وذهبوا الى غرفه الملابس مره اخرى. طبعا القياده الفنيه لفريق النادي الاهلي الكابتن محمد مصلحي، والقياده الفنيه لفريق طلائع الجيش الكابتن ابراهيم فخر الدين. يا رب باذن الله يكون يوم جميل لكل جماهير النادي الاهلي ونفوز على فريق كبير هو فريق طلائع الجيش. عوده ليك من جديد كابتن هيثم، اتفضل. الزميل شريف شعبان بشكرك شكرا جزيلا، اكيد هنرجع لك تاني في وقت التسخين ونعرف لو في لقاءات نقدر ناخدها من الاجهزه الفنيه او اللاعبين، اكيد هنرجع لك تاني يا شريف.